لما اروح اغير هدومي. ايه ده؟ ايه ده؟ كده برضو؟ صحيح الحرام عمره قصير، اعمل ايه؟ شوية الفول اللي سرقناهم من عند رمسيس بقوا عجين، اكل العيال ايه؟ اديهم العجين ده يعملوا سندوتشات زي الجبنة الكيري يعني ولا ايه؟ انت السبب يا معزة يا حقيرة، انا مش هستنى عليكي، والله لا اسلخ لك جلدك بالزيت المقدس عشان تبطلي تفاصل، هسلخك بالزيت المقدس عشان اطهرك، اقدمك قربان ازاي وانت غرقانة في الخطيئة. اهو تعالي بقى، تعالي هنا حجيبك يعني حجيبك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت معزة مجرمة بصحيح. الريحة الحلوة دي. الزيت شكله سوى الفول اللي المعزة عجنته ببقها. مش ممكن. ايه اللي انا باكله ده؟ يا سلام يا سلام يا سلام عليكي. ايوه كده كمان كمان. انت بتألف يا جدو صح؟ بألف طبعا، وانا ايش عرفني هم عرفوا سكة الطعمية دي من فين؟ بس تفتكر في فرق بين الطعمية بتاعتهم وبتاعتنا؟ الزيت أكيد، هما كانوا بيقلوها في الزيت المقدس وإحنا بنقليها في زيت التموين. شوف انت بقى، إحنا الكلام خدنا ونسينا حاجة مهمة قوي. هنيدي فين؟